استاذ محمد الجابري، اسال جنابك اسعد العيداني دعا 30 واحد يعني بكره صباحا بعد قضيه انه اداء اليمين القانوني امام المحكمه، محكمه الاستئناف البصره، دعا 30 واحد 2024 ان يذهبون الى التصويت. هل ستمضي جلسه يوم غد بانتخاب اسعد العيداني محافظا للبصره في ظل تحدي الاطار؟ في بدايه اللقاء تحدثت انه كسر العظم وكسر العظام. نحن نتمنى لا يكون الوضع السياسي هو عبارة عن سياسة يعني الابتعاد عن اللسان وتكسير الأسنان وعدم التفكير في مصالح الإنسان. يعني اليوم الكتل السياسية سواء في البصرة أو في باقي المحافظات يجب أن يكون التركيز على مصلحة الإنسان، مصلحة المواطن. اليوم في البصرة حتى الأقوى في تحالف الإطار أو قوة الإطار، نعم، في يعني في مجلس المحافظة هو عنده اليمين، ويوم غد الساعة 3 مساء في مبنى المحافظة ستكون هناك جلسة، وأنا أتوقع كمراقب بشأن السياسي أنه سيشارك الأخوة في تحالف نبني أو قوى الإطار أو أيضا الأخوة في تحالف تصميم، باعتبار أن هناك اتفاق على أن يكون رئيس مجلس أو انتخاب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس. حتى الأخوة اليوم عندما صرحوا من ضمنهم النائب عدي عواد قال انه التصميم له الحق في منصب المحافظ والاخوه لهم الحق في منصب رئيس المجلس، لكن هناك مفاوضات. تعرف انت ربما وردتك المعلومات انه هناك اجتماع الاخوه في قوى الاطار سواء في البصره او في العاصمه حول موضوع حسم لمنصب المحافظ. انا كما فهمت من الاخوه في تحالف تصميم ان هناك تماسك وثبات التصويت للسيد اسعد العيداني ليكون في ولايه ثانيه. بس استاذ محمد خلي في بالك الموضوع سله واحده، يعني ما يقدر تصميم يجازف بانتخاب رئيس مجلس دون ان يضمن المحافظ له، هو العكس. قاطعتني، تريد اكمل الفكره. اي اللي فهمته اليوم انا حتى بعض الاخوه في خلاف دوله القانون، يعني قريب من خلاف دوله القانون او الاطار البصره، انه ينتظرون القرار من بغداد، لكن هو بالاساس لا يستطيع الاخوه في الاطار ان يتخذوا قرار اذا لم يكن توافق مع البصره سواء مع تحالف تصميم او باقي الاخوه في قوى الاطار، باعتبار اليوم كان هناك اجتماع بعد تاديه اليمين، نعم، في المحكمه، وبعدها تم نشر كتاب انهم اخوهم في الاطار وكانت هناك تواقيع. بعدها خرج أحد أعضاء مجلس المحافظة عن حركة بابليون وهو الأستاذ نائل، وقال أنني لم أحدد إلى الآن لمن سأذهب أو مع من سأكون، كان فقط مجرد دعوتي لمأدبة غداء وكان موجود في هذا الاجتماع. إذن نحن نرى أنه إلى الآن هناك كثير ربما أو تجد شخصية أو شخصيتين ربما من تحالف نبني أو القوى الإطار يريدون الانضمام الى تحالف تصميم باعتبار هناك موافقه. ماكو مشكله، بس سؤالي قبل ارجع للاستوديو، راح يمر اسعد العيداني محافظا؟ استاذ محمد بس اعطيني هاي. نعم راح يمر. نعم. استاذ اسعد توقع كبير انه سيتم التصويت لاسعد العيداني ليكون في ولايه ثانيه ولا توجد هناك اي مشكله، لكن الخلافات او ربما لا نقول خلافات، وجهات النظر المختلفه تتعلق بمنصبي النائب الاول للمحافظ والنائب الثاني للمحافظ وايضا منصب نائب رئيس المجلس. اما فيما يتعلق منصب رئيس المجلس هناك اتفاق على الشخصيه التي ستتولى هذا المنصب، ويوم غد سيكون اكبر الاعضاء سدنا وهو عماد الضوري من تحالف تصميم هو الذي سيترأس الجلسه وسيدعو لانتخاب رئيس المجلس، وربما ستكون هناك شخصيه اخرى وشخصيتين ربما ترشح يعني لمنصب رئيس مجلس محافظه. جميل.